بدأ ذي بدن صلى الله صباحكم وساكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزئين الأول والثاني حددنا المفاهيم وناقشنا الأسباب وتعرفنا على مزيد من الإجراءات والعقوبات والأحكام الشرعية ووصلنا حتى التعرف على أنواع التحرش. باقي هذا التحقيق نستكمله معكم وبكم في الجزء الثالث من هذه الحلقة. تفضلوا دوما بالبقاء معنا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا جاهل يا جماعة بتكلم النهاردة عن حلول التحرش وأسباب التحرش. أسباب التحرش ده هو عدم الزواج في سن مبكر واللبس الفاضح اللي هو اللبس الضيق. المفروض على كل رب أسرة تمام يراقب أبنائه ويشوف لبسهم قبل ما يخرجوا، اللبس ده كويس مش كويس، يراقب تليفوناتهم. ويا جماعة أنا شايف إن الأسباب التحرش ده أسباب كتيرة جدا والحلول كتيرة جدا. المفروض نحافظ على صلاتنا ونحافظ على العمل، الوقت اللي احنا بنضيعه في الفاضي والشيطان يسيطر علينا، نحافظ على صلاتنا ونحافظ على وضوءنا عشان نبعد عن الكلام ده. وانا شايف ان موضوع التحرش ده اصلا هو مرض، لان في ناس منتقبه، بنت منتقبه وممكن شاب يقابلها يعكس يتحرش بيه وهي منتقبه. ليه بقى؟ لان الشيطان مسيطر عليه عشان عنده ضعف ايمان وعلشان ده قله فضه ومفيش عمل. المفروض العمل عباده، واحنا في مجتمع الاسلامي والمجتمع الاسلامي اصلا ما يصحش يبقى فيه كده. ده احنا بقينا بنقلد الغرب، احنا بقينا اصعب منهم بكتير بمراحل. يقول زياده التحرش من وجهه نظرك؟ شايف ان اهم الحلول ان تكون البنت خاليه من بيتها، تكون لابسه لبس محترم. واحنا لو انت نظرت في نظريه التحرش مش هتلاقي ان اي واحد بيتحرش بواحده لما هي تكون اصلا لابسه لبس مش محترم. لو هي مثلا والدتها او والدتها بص في موضوع اللبس ده، او هي مثلا عندها واحد في البيت بص على اللبس بتاعها شاف ان هي لابسه لبس كويس، مش هنلاقي اي مش هنلاقي شوف الظاهره دي في اي حد خالص. اهم اسباب التحرش من ابرزها انعدام الاخلاق وانعدام التربيه والبعد عن الله والملابس الفاضحة وغياب العقوبة من السلطات.